السلام عليكم. من آخر نقطة في نهر الوادي الكبير في مصبة اللي يصب في البحر الأبيض المتوسط، هذا هو البحر الأبيض المتوسط وهذا نهر الوادي الكبير. من هنا دخل الفايكنج على الأندلس في زمن عبد الرحمن الأوسط، تبعوا هذا النهر إلى أن وصلوا إلى مدينة إشبيلية وغزوة. هذا كان في زمن عبد الرحمن الأوسط، خلوكم معنا. في الزمن الذي ازدهرت فيه الأندلس على مدار 8 قرون، لم تكن تلك الفترة دائما في رخاء، فمر على أهل الأندلس مصاعب ومآسي كثيرة، من ضمنها إن لم يكن أهمها في زمن عبد الرحمن الأوسط غزو الفايكنج لإشبيلية. يعتبر الفايكنج مجموعة من القبائل الهمجية التي تسكن إسكندنافيا وتقوم بغزو الأراضي والدول لنهب أهلها، وعرفوا أيضا بشراسة قتالهم ولا سيما في البحر. فبدأ التاريخ تسجيل هجماتهم من القرن السادس حتى سمعوا بمدينة لشبونة الأندلسية الواقعة في البرتغال اليوم، فاتجهوا لمحاصرة المدينة. وفي الوقت الذي حاصروا فيه لشبونة أرسلوا رسلهم لباقي مدن الأندلس لنهب أموالهم، لكنهم لم ينالوا مرادهم وتم ردعهم من قبل مسلمي غرب الأندلس. أما في زمن الأوسط عبد الرحمن، قام قبائل الفايكنج بمعاودة الكرة، لكن هذه المرة قاموا بالتغلغل في الأندلس عن طريق نهر الوادي الكبير الذي يصب في البحر المتوسط. ثم وصلت سفنهم إلى إشبيلية في 25 من شهر 9 من عام 844 ميلادية، وأرسل إليهم الأوسط جيش قرطبة ثم تبعهم القائد موسى بن موسى، بعد أن استقروا في إشبيلية لمدة 42 يوم. فدارت المعارك بين الفايكنج والمسلمين، وهزموا المسلمين شر هزيمة وقتلوا منهم أكثر من 1500 شخص. وذكر العذاري الأحداث قائلا: خرج المجوس في نحو 80 مركب كأنما ملئت البحر طيرا، فحلوا بإشبونة ثم أقبلوا على قادس ثم قدموا إلى إشبيلية فاحتلوها احتلالا ونزلوها نزالا إلى أن دخلوها قصرا واستأصلوا أهلها قتلا. وكانت معركة طلياطة هي المعركة الحاسمة بين المسلمين والفايكنج، حيث خسروا ولحقتهم سفن المسلمين حتى خرجوا من الأندلس. وكانت تلك الحرب هي الدافع لإنشاء دار الصناعة التي أمر بها الأوسط، والتي عززت قوة أسطول المسلمين الذي هزم بذلك أسطول الفايكنج عند عودتهم مرة أخرى عام 859 و866، وكانت آخر غزواتهم لبلاد المسلمين. كان هذا كل شيء، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، وندي منهم في غرته وشرب